معنا مباشرة عبر سكايب من غازي عنتاب التركية الصحفي صهيب جابر. مرحبا بك معنا صهيب. قبل فترة كان هناك أنباء عن مفاوضات بين الوحدات الكردية في شرق سوريا والنظام من أجل عودته إلى تلك المناطق، السيطرة على المربعات الأمنية، مؤسسات الدولة والحدود وما إلى ذلك. اليوم هناك إعلان مباشر من قبل قوات قسد وميليشياتها في الشرق السوري عن موضوع نظام فيدرالي وإدارتها الذاتية لتلك المناطق بما فيها المدن العربية. يعني الإعلان كان في مدينة الرقة وهي مدينة عربية إضافة إلى مدن أخرى كدير الزور والحسكة. ما الذي يجري هناك؟ نعم، بداية أحييكم أستاذ أحمد والسادة المشاهدين. طبعا للتوضيح، الوحدات وحدات بيدي تحديدا وهي الذراع العسكري لحزب العمال الكردستاني بيكيكي هي على عمالة مستمرة، ومنذ سنوات قبل بدء الثورة السورية كان نظام الأسد الأب حافظ الأسد يستخدم أو يؤسس معسكرات لعبد الله أوجلان، وكان يستخدمه كورقة ضغط للأتراك قبل اتفاقية 1998 التي انتقل بعدها نظام الأسد لدعم هذه الوحدات سرا. طيب. اليوم ومنذ 3 أيام تقريبا كان هنالك مؤتمر كما تفضلتم فعلا للوحدات في منطقة الطبقة تحديدا، وهو المؤتمر الثالث لما يسمى مجلس سوريا الديمقراطية، كان تحت عنوان نحو حل سياسي وبناء سوريا لا مركزية ديمقراطية. وطبعا في هذه الكلمة معان كثيرة تفسر بأنهم ضد أن يكون هنالك حكم موحد لسوريا، وأنهم مع إقليم مستقل تماما عن الدولة السورية. طبعا شارك في المؤتمر وفد من النظام، وهي نقطة مهمة جدا، وصلتنا معلومات مؤكدة أن وفدا من النظام من نظام الأسد شارك بهذا المؤتمر، ووفد آخر أيضا من القيادات من الوحدات الكردية. طبعا وسائل إعلام تابعة للوحدات الكردية نشرت أن المرحلة الثالثة من ما أسمته الاستفتاء على الفيدرالية في شمال شرق سوريا تم إرجاؤها، ولكن هم مستمرون بهذه العملية. طبعا إذا ما اعتبرنا جدلا أن هذا الاستفتاء سيكون نزيها من حيث فرز الأصوات، فإنه بشكل عام هو غير قانوني أبدا، لأن مثل هذه الاستفتاءات كما نعلم أستاذ أحمد يجب استفتاء الشعب السوري كاملا. صحيح. إضافة إلى أن هناك اعتبارات أخرى، يعني لا يمكنك اليوم إعلان أي دولة دون توافقات، خاصة وأن كل شبر في الأراضي السورية بمجمل الأحداث يتم بتوافقات دولية وإقليمية. هذا الإعلان في هذا الوقت أو التلميح إن صح التعبير، هل له أي دلالات برأيك صهيب؟ بالطبع العنوان الذي كان الأبرز يعتبر هو أن هذه المؤتمرات كانت تهدف للاتجاه إلى الحل السياسي، وبالتالي التوافق مع نظام الأسد، وبالتالي المفاوضات والمزيد من المفاوضات والاجتماعات مع نظام الأسد. هم أعلنوها صراحة أنهم ليسوا على عداء مع نظام الأسد، وهذا أمر مثبت بوقائع تاريخية أيضا كما كنت أتحدث قبل قليل. يبدو أن نظام الأسد يريد أن يكافئ هذه الوحدات بتركها تدير هذه المناطق فعليا. يبدو أن الاتجاه لعودة النظام تدريجيا إلى المنطقة مستمر أيضا، التعامل النفطي، التعامل التجاري، والتعامل أيضا من الناحية العسكرية واللوجستية مستمر في هذه المنطقة، وسط رفض طبعا من أهالي المنطقة بشكل عام. المنطقة الشرقية تحدثتم قبل قليل عن أن النسبة العظمى، أو نستطيع أن نقول جل السكان، هم من المكون العربي السني، وهذا ما سوف يتسبب بإشكاليات كبيرة طبعا من الممكن أن تتسبب فيها حركات الوحدات الكردية أو تحركات الوحدات الكردية، وتخلق نزاعا بين أهالي المنطقة. للأسف لا نتمنى هذا الشيء، ولكن هذه التصرفات العنصرية لربما سوف تكون سببا بتأجيج الوضع بين المكونات شرق سوريا. للأسف هذا الشيء لا نتمناه، ولكن التصرفات هذه هي إقصائية عنصرية لا يستطيع أحد أن يحتملها من القاطنين في مناطق نفوذ قسد. شكرا جزيلا لك صهيب جابر الصحفي من غازي عنتاب، كنت معنا مباشرة عبر سكايب. شكرا لهذه المعلومات والتوضيحات.